تأكيدا على كلامك يا أحمد، أنا يمكن كنت قريت قبل كده تقرير كامل على أنه ليه أندية معينة بعينها هي اللي بتكون مسيطرة في الدوري المحلي ليها، سواء كان بايرن ميونخ، برشلونة، وريال مدريد. في أوقات كتير كان دايما الأسباب أولا وثانيا وثالثا هي الإدارة، الإدارة الناجحة، الإدارة اللي تقدر تدير الحقيقة منظومة كاملة زي دي وتخليها تقدر تتعامل مع الأزمات. كل أندية العالم بتمر بأزمات، ولكن إمتى أو إزاي تعرف تتعامل وتخرج من الأزمة دي، ده اللي بيميز الحقيقة فريق عن غيره أو منظومة عن غيرها. الإدارة هي اللي بتختار اللعيبة السوبر اللي المفروض تلعب وتجيب البطولات دي، هي اللي بتختار المدرب. كان في كلام كتير قوي على ان فكرة اختيار مدرب ناجح وشاطر يقدر يقود مجموعة كبيرة من اللعيبة ويقدر يقود الفريق ده ان هو يجيب بطولات، يعني امر مش سهل تماما يعني كما يبدو للبعض. فالحقيقة انه في اسباب كتيرة قوي كانت بتتكلم، الإدارة، المدرب، اللعيبة. يعني كان حتى مكتوب او بيتقال انه انت لو عندك ميسي بس ما عندكش إدارة ناجحة مش هتلاقي ان ميسي ده بيطلع افضل ما عنده. والحقيقه ويمكن ده شفناه خلاص في برشلونه مؤخرا وقت بارتوميو في الفتره الاخيره، ميسي نفسه كان زهقان وعايز يسيب الفريق. فالحمد لله، الحمد لله ان ده كله متوفر في النادي الاهلي وان ده كله موجود. الاداره الناجحه على مر السنين اللي فاتت كلها ده خلى النادي الاهلي قادر ان هو يحط نفسه في منطقه تانية في افريقيا، في العالم كله الحقيقه بقى في حته تانية خالص. وعشان كده يعني احنا دايما بقول محظوظين بده وعايزين ده يفضل على طول في استمرار. وزي ما انت بتقول ده مش معناه ابدا انه ضعف الفرق التانية، ولكن قوة النادي الاهلي ومنظومة النادي الاهلي.